الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن والأبد الدور كلها آمين. إحنا بنشكر ربنا كتير على هذه الفرصة العظيمة إن إحنا ناخد بركة صلاة القداس الإلهي، نشترك مع أبونا العظيم أبونا أنطونيوس، وأنا مكسوف قوي من محبته وربنا يديمه ويصمم إن أنا أقدس ويصمم إن أنا أقول العظة، لكن دايما الكبار كده ربنا يحميه ويحافظ عليه وعامر الكنيسة دايما بحسه. نيجي دايما الكنيسة مفتوحة بحسه بحسكم جميعا وعمرة بالقديسين وعمرة بصلاة. الإنجيل اللي سمعناه النهاردة بيحكي معجزة مهمة جدا، معجزات السيد المسيح اشترك فيها أصدقاء الإنسان المريض المفلوج. عندنا معجزة وعندنا نوعين من الشعب وعندنا رسالة. الرسالة تيجي في آخر الإنجيل اللي هي موضوع الحوار كله بين المسيح وبين الفريسيين، انه مين يغفر الخطايا. السيد المسيح لما شاف المفلوج قال له مغفوره لك خطاياك. مغفوره لك خطاياك دي رساله المسيح اللي جايه من اجلها. البشريه كلها ما كانتش محتاجه الانسان يشفي امراض بس، ومحتاجه انسان يقوم موتى بس، لكن كانت محتاجه اله يشفي البشريه من الخطيه الاصليه اللي آدم ارتكبها في الجنة وجلبت على الجنس البشري حكم اسمه حكم الموت. فالشفاء من الخطية اللي هو مغفرة الخطايا بالصليب وبالقيامة. ودي الرسالة المهمة اللي المسيح تجسد من أجلها وجي من أجلها. فكان دايما أو في أحيان كثيرة في معجزاته يقول للمريض مغفورة لك خطاياك. لأن المريض محتاج للشفاء في الأول، لكن يقول له مغفورة لك خطاياك. وكان المسيح يقصد انه يصنع الحوار ده مع الفريسيين عشان يفهمهم ان مش هو نبي عادي ومش واحد زي اللي جم قبله من الانبياء اللي مهدوا لوجوده ومش صاحب معجزات وفقط، ده اله ظاهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فعندنا مفلوج يعني انسان مشلول شلل رباعي. اصدقائه من الإنسانية بتاعتهم دوروا على المسيح، كان بيعلم في مكان ما، راحوا للمسيح. الكتاب قال لما رأى إيمانهم قال للمفلوج. وده يدي رسالة مهمة للكنيسة إنه الشفاعة في الكنيسة الأرثوذكسية مهمة ومرسخة في الكتاب المقدس بأدلة وبيانات، لأن المسيح إنسانيته العالية موجودة، لكن المسيح نظر إلى إيمان الناس اللي جايب المفلوج. لما نظر إلى إيمانهم قال للمفلوج. الناس تعبت وشالوه وجابوه في مكان زحمة، ولما ما قدروش حاولوا، ولما حاولوا فشلوا طلعوا فوق السطح ونقبوا السقف ودلوا المفلوج قدام المسيح وتمت المعجزة. نوعين من البشر موجودين، ده نوع مؤمن من أجل إيمانهم ربنا شفى المفلوج. عشان كده في ناس بتصلي احنا ما نعرفهاش، في قديسين من أجل إيمانهم ربنا حامي الكنيسة، في قديسين احياء لما بنقول لواحد فيهم نصلي، او لما نصلي المفروض ان كل الكنيسه او كل اولاد ربنا قديسين. عشان كده احنا في القداس بنقول قدسات القديسين، يعني كل اولاد ربنا اللي بيتدعوا لهم قديسين. فالقديسين لما بيصلوا لبعض ربنا بيستجيب، لانه الله ينظر الى ايمان القديسين زي ما نظر لايمان اربعه عملوا مجهود جبار عشان ينزلوا صديقهم قدام المسيح ويشفيه. دي فئه من الناس بسيطه مؤمنه ايمان بسيط، والإيمان البسيط اللي قال عنه ربنا لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لتقولون للجبل انتقل فانتقل، ومرة قال لو كان لكم إيمان تقولون للجبال انتقل من هنا إلى هنا فتطيعكم. فده الإيمان اللي قصده المسيح، الإيمان اللي قال عنه القديس بولس الرسول الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فده الإيمان اللي احنا استلمناه من 2000 سنة وأكثر لغاية النهاردة وبنسلمه لأولادنا. الإيمان اللي قال عنه المسيح له المجد لتوما أنت يا توما لما رأيت آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. الكنيسة عايشة بالإيمان البسيط ده، الإيمان بالمسلمات بالكتاب المقدس وبالصليب وبالقيامة اللي احنا في القداس بنرددها بصوت عالي بلحن عظيم ونقول نعترف بالموت ونبشر بالقيامة، وده رجاء المسيحية كلها، ده إيمان المسيحية كلها اللي بيه يقدر ربنا أو اللي بيه يقدر الإنسان يرفع صلواته لربنا فيشفي أمراض ويقوم موتى ويحمي الكنيسة ويعمل كل حاجة. دي فئة من الناس ظهرت النهاردة قدام المسيح متمثلة في الأربعة الأصدقاء اللي نزلوا المفلوج، ناس
إيمانهم بسيط، مؤمن صادق عنده ثقة إنه لو جابوا الرجل قدام المسيح هيش. فزي المرأة اللي قالت لو لمست ولو هد بثوب أشفى، زي القائد المئة اللي قال للمسيح قول كلمة بس فيبرأ غلامي وانت مكانك، ما ينفعش تيجي، ما تتعبش وتيجي، بس وانت موجود قول كلمة فيبرأ غلامي. الإيمان اللي قال عنه المسيح له المجد لم أجد في إسرائيل إيمان مثل هذا، لما الست راحت له قالت له ابنتي معذبة فاشفيها بكلمة، قال لها لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، قالت له الكلاب تأكل من الفتاة الساقط من مائدة أربابها، قال لها لم أجد في إسرائيل إيمان بمثل هذا. ده الإيمان اللي كانوا اليهود مفتقدينه، وده الإيمان اللي كانوا الفريسيين حافظينه اسم بس. فدي فئة من الناس عندنا رسالة اللي هي مغفرة الخطايا، وعندنا نوعين من الشعب، شعب مؤمن، إيمان بسيط، إيمان صادق، إيمان قادر، إيمان قادر إنه ينقل الجبل، إيمان قادر إنه يشفي الأمراض، إيمان قادر إنه يفتح أبواب السماء وربنا يستجيب. الإيمان اللي خلى إيليا رفع عينيه للسماء وقال السماء تبطل تمطر، فتبطل تمطر، السماء تمطر فتمطر، ده الإيمان. وعندنا نوع من الناس تاني موجودين في الأصحاح النهاردة، مؤمنين إيمان ظاهري جدا وسطحي جدا وما يفش أي نوع من أنواع العمق، اسمهم الفريسيين، ودول عانى منهم المسيح بالجسد الفترة كلها معاناة كبيرة جدا. المسيح عمل اللي عليه من ناحيتهم، دخل بيوت الفريسيين، اتعزم عند سمعان الفريسي وقال الكتاب المقدس اتكأ على مائدته، يعني قعد براحته اتكلم وقابل الناس وقابل المرأة الخاطئة في بيت الفريسي، والمرأة الخاطئة في بيت الفريسي نالت مغفرة الخطايا، وهو نال مذمة وملامة لأنه كان بيتكلم على الست في قلبه. فده نوع من البشر تاني عنده إيمان سطحي جدا. المسيح حكى حكاية، قال إنسانان دخلا ليصليا أمام الله، واحد فريسي والآخر على الشكر. وقف الفريسي يعرض إيمانه يقول اللهم أشكرك، يشكر ربنا على الإيمان اللي بيقتنيه اللي عايشه، اللهم أشكرك أنني لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزناة، أصوم مرتين في الأسبوع، أعشر كل ما أقتني، ولست مثل هذا العشر. ففرد قدام ربنا عناوين إيمانه اللي هو عايش بيها، هو أحسن من الناس كلها، هو بيصوم مرتين في الأسبوع، بيقضي الفروض اليهودية كيفما ينبغي، وعشر كل ما أقتني، كل فلوسي وكل مقتنياتي بدل العشور بتاعها لبيت ربنا، ولست مثل هذا العشار، أنا أحسن من الراجل اللي واقف جنب ده يصلي. ده الفريسي عرض إيمانه قدام ربنا. العشار وقف في مؤخرة الكنيسة أو الهيكل وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ بس. فيقول الكتاب إن الحكم الإلهي على القصة إن العشار قال عنه الكتاب خرج مبررا دون ذلك، نال تبرير، خد تبرير دون ذاك، دون ذاك اللي بيصوم مرتين، دون ذاك اللي بيعشر كل أمواله، دون ذاك اللي بيأحسن من الناس كلها، أفضل من الخاطفين والظالمين والزناة. فالإيمان بتاع الفريسيين كان إيمان سطحي، عانى منهم المسيح معاناة شديدة أنه يقنعهم، حاورهم في الهيكل، اتكلم معهم، صنع قدامهم معجزات. لما كان يعمل قدامهم معجزة مثل في يوم السبت، زي مثلا معجزة شفاء المرأة منحنية الظهر، يتذمروا أنه صنع المعجزة يوم السبت، يقولوا بصوا كسر السبت. فيقول لهم لو حمار واحد منكم وقع في بير يوم السبت او تاه يوم السبت مش هتكسروا السبت وتدوروا عليه؟ اما ابنة ابراهيم فقد ربطها الشيطان 18 سنة. حاول يديهم مفهوم جديد للسبت، مفهوم جديد للعبادة، موجود فيه جديد للايمان، لكن فشل الفريسيين ان هم يقتنوا هذا الايمان العميق الحقيقي الصادق القادر. عشان كده بولس الرسول وهو احد الفريسيين الاشداء لما عرض فريسيته في رسائله وقال انا فريسي اكثر من جميعهم. المسيح لما قال عنه اناء مختار قبل ما يجيب بولس الرسول للمسيحيه كسر كل الذات اللي موجوده فيه اللي اقتناها من الفريسي. ازاي؟ لما ظهر له هو رايح على طريق دمشق عشان خاطر يروح يعذب المسيحيين اللي موجودين في دمشق، مش مكفي يعذب المسيحيين في أورشليم، فراح يقتل المسيحيين بإذن كتابي من الوالي في مدينة دمشق يعني في سوريا. فظهر له المسيح في الطريق وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفض منك. قال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهد. علشان المسيح يكسر فريسية بولس قال له عشان تتبرر تروح لواحد اسمه حنانيا في دمشق اللي أنت رايح تقتل فيها المسيحيين،
وهناك يقول لك ينبغي ماذا أن تفعل. طب إيه الموضوع؟ كان يقدر المسيح في الرؤية يقول له هتعمل كذا وهتمشي في الطريق الفلاني وهتتعمد في الحتة الفلانية وهتتبشر في الحتة الفلانية وهتنزل للتلاميذ تقابلهم وهتعرض إيمانك عليهم، لكن ما قالوش ده كله. قال له لازم تروح لواحد من اللي انت بتضطهدهم وما بتحبهمش ورايح تقتلهم، وهو رئيس المسيحيين اللي في دمشق اللي انت راح تقتله، الزعيم بتاعهم، الاسقف بتاع المسيحيين في دمشق، فتروح له عشان يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل واللي يقول لك عليه تعمل. بولس اتحول من الايمان السطحي ده، يعني الايمان الشكلي ده، لواحد تاني خالص. قال انا اتكلم عن اتعابه واتكلم عن مشاكله الجسديه واتكلم عن الميتات اللي ماتها واتكلم عن العذابات اللي شافها من اجل المسيح، وقال نلطم من اجل المسيح ونعذب من اجل المسيح، بس نلطم فنبارك، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، وقال صرنا كأقذار العالم وسخ كل شيء. أقذار العالم، بولس اللي ما كانش يستحمل حد يبص له من المسيحيين، لما قبل المسيحيه قال صرنا كأقذار العالم وسخ كل شيء، نجوع ونعطش ونلكم وليس لنا اقامه. فين بولس ده الفريسي الكبير العظيم الشديد اللي ما يتحملش يبقى في حد مختلف عنه في العقيده زي المسيحيين وهو يهودي فيقتله؟ النهارده بيقول كلام مختلف تاني خالص بعد ما تكسرت الذات الفريسيه بتاعته اللي اكتسبها من الايمان الفريسي السطحي. ان نجوع ونعطش ونلكم وليس لنا اقامه، ان صرنا كاقذار العالم واسع. عشان كده استفاد الاربعه النهارده ان الانجيل ما نعرفش اسماء الاربعه دول، لكن بقى لنا 2000 سنه بنمجد فيهم، بقى لنا 2000 سنه بنقول ان من اجل ايمان اربع افراد ربنا شفى المفلوج، بقى لنا 2000 سنه بنطلب شفاعتهم وبنستثمر شفاعتهم اللي عملوها من اجل صديقهم ان احنا نتشفع من اجل بعض ونصلي من اجل بعض، وبقى لنا اكتر من 2000 سنه برضو بنتذكر سطحيه الفريسيين وايمان الفريسيين السطحي والايمان الغير عامل والايمان الغير قادر والايمان الغير صادق. في النهاية أتمنى رسالة المسيح الحقيقية ورسالة المسيح الأولى هي مغفرة الخطايا. أقول لك مغفورة لك خطاياك، لأنه الشفاء المرضى قدر عليه كثيرين، إقامة الموتى قدر عليه كثيرين، حتى قديسين العهد الجديد ربنا قال اللي يؤمن بي فالأعمال التي أعملها أنا يعملها ويعمل أعظم منها، لكن تبقى مغفرة الخطايا هي فقط لله الذي ظهر في الجسد ومات من أجلنا وقام من بين الأموات ومنحها للكهنوت أن يعطي الحل والربط للكنيسة الممنوح لنا ونستمد ممنوح للكنيسة المستمد من الله في الكنيسة. ربنا يدينا نعمة وبركة، يدينا مغفرة خطايا حقيقية بالتوبة والجهاد، ويحمي الكنيسة ويحميكم، ودايما الكنيسة مفتوحة بحس أبونا وحسكم، وكل مرة طيبين. نشكركم مرة تانية ونشكر أتسابونا على الدعوة العظيمة الجميلة. ربنا يبارك فيكم جميعا لإلهنا كل مجد وكرم.